السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة ماسترو بهجاجة، أهلا بكم. موعد وتوقيت والقنوات الموكلة لمباراة الهلال السعودي والشباب السعودي دوري أبطال العرب الدور نصف النهائي، يلتقي بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 9 أغسطس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، نادي الشباب السعودي ونادي الهلال السعودي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال العرب. فاز فريق الهلال السعودي على الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال العرب 2023 في المباراة اللي أقامت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وتقدم الهلال على نظير الاتحاد في الدقيقة 14 من خلال رأسية استثنائية من سيفيتش عجز الحارس مارسيلو عن التعامل معه قبل نهاية الشوط الأول بالتحديد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز سالم الدوسري الهدف الثاني من ركلة الجزاء. ومع انطلاق الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 55 استطاع رومارينيو أن يقلص الفارق للاتحاد بالهدف الأول.